لا تقعد تطيق الصحابة علشان ما يخرج الكلام وأوطيك إلى منزلتك. هم براء منك محمد وآل محمد براء من هذه العقيدة. يلا يلا ماشي مشي أحفاد يزيد شو أسوي لكم. وكنت في حسينية في مكان محترم أنت عند أهل السنة. يلا التحدي مرة ثانية وأنت معمم. تفضل جيب الرواية الصحيحة التي تثبت زيارة الأربعين عندك وسكتني وخرب برنامجي. يلا تفضل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك شيخ فراج؟ يا أهلا ومرحبا. نعم بالنسبة لزيارة الأربعين زيارة الإمام الحسين عليه السلام. نعم. بالبداية شيخ فراج زيارة الإمام الحسين عليه السلام هي يعني مستحبة في كل وقت في كل يوم في كل ساعة في كل ثانية، لكن زيارة الأربعين هي تأسيا بإمامنا السجاد عليه السلام عند رجوع السبايا ويوم رد الرؤوس إلى الأجساد الطاهرة، واضح؟ فتأسيا بالإمام السجاد الذي حضر عند قبر والده الحسين عليه السلام، الشيعة يذهبون سيرا على الأقدام إلى زيارة سيدي ومولاي الإمام الحسين عليه السلام. فشنو يعني اعتراضك على هذه الزيارة؟ طيب أولا بينا قبل شوي من مصباح المتهجد أن الطوسي اللي جاب لكم رواية زيارة الأربعين المختلف في معناها عندكم، الرواية الملفقة اللي بدون إسناد اللي بنيتوا عليها دين وعبادة، أقول طوسي نفسه في مصباح المتهجد يقول لك أهل البيت في 20 صفر راحوا من الشام إلى المدينة، ما راحوا كما تزعم هناك. وحتى لو راحوا التشريع بالعبادات مغلق بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما تخترعون عبادات وتحطوا لها أوقات. ثانيا خذ هذا مثلا كتاب آخر وهو كتاب اللؤلؤ والمرجان للنوري الطبرسي في صفحة 182، إيش يقول؟ طبعا نوري الطبرسي أخواني المتوفى قبل يعني 100 سنة تقريبا، انظروا ماذا يقول. هل يقول يا أنوار، اسمك أنوار اسم مرة أنوار يعني إيش أناديك فيه؟ نعم أنوار الهدى وهم محمد وآل محمد، أنوار الهدى هم أهل البيت عليهم السلام. تفضل. هم براء منك محمد وآل محمد براء من هذه العقيدة. يلا يلا ماشي مشي أحفاد يزيد شو أسوي لكم. تفضل. طيب أولا نحن أحفاد الصحابة وأهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويزيد ليس من الصحابة وليس بقدوة لنا. ثانيا نحن نفضل الحسين على يزيد ولا نقارن الحسين بيزيد أصلا، هذه عقيدة أهل السنة. والله زحمة. فأنتم أكذب من يمشي على الأرض، ولذا أضع أمام المشاهدين هذا الأسلوب اللي يروج في الحسينيات في تشويه أهل السنة، أحفاد يزيد وهم أحفاد الحسين. حجي أنت أحفاد ابن اليهودي، أنتم من أحفادهم، من أحفاد أهلكم، أنت صاحب زرارة صاحب الكيماوي، إيش دخلك في الحسين؟ والله ولا هو على دينك ولا هو على ملتك. فمحاولة الاستمالة بيزيد وحسين مسرحية قديمة، شيعة وعت افهمت دينكم. هذا واحد. ثانيا في اللؤلؤ والمرجان في صفحة 182 ماذا يقول النوري الطبرسي؟ قال فإذا توضحت لك هذه المقدمة نقول إن وصول أهل البيت في الأربعين إلى كربلاء على النحو الذي ذكره السيد يعني بن طاووس في اللهوف ينافي أمورا كثيرة وجملة من الأخبار، وينافي تصريح جماعة من العلماء الأخيار نشير إليها كلها باختصار. يعني قاعد يقول لك سالفة إن أهل البيت رجعوا من الشام إلى كربلاء ورد الروس والبطيخ اللي يضحكون عليكم في الحسينيات ما هو ثابت، وينافي الأخبار وينافي حتى الوقت، الوقت ما راح يكفي. فأنا الآن أطلب منك إثبات زيارة الأربعين بسند صحيح على شروطك أنت، هذا تحدي راح يفضح دينك أمام الناس. تفضل. جيد. طبعا بالبداية أحب أقول لك أنه أتباع ابن سبأ اليهودي هم صحابتكم. طيب يا ابن الحلال لا تقعد تطيح في الصحابة علشان ما يخرج الكلام وأوطيك إلى منزلتك. إذا أنت ما عندك حجة لا تروح للصحابة، أنت مرة يزيد ومرة صحابة، تبي تغير الموضوع بس. يلا التحدي مرة ثانية وأنت معمم، أتحداك أن تأتي على بدعتكم التي يبرأ منها الحسين وأهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام برواية صحيحة واحدة تثبت أن الزيارة في يوم 20 صفر مشروعة. شفت التحدي الآن ومن كتبك وبشروط الصحة عندك. تفضل.
المشكلة يعني أنت تتهم الشيعة وما تتضحك للشيعة أنه يدافعون عن عقيدتهم يلا وعن دافع، التهمة اللي يلا توجهوا دافع، لها. يلا 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 دافع، نعم تفضل. نعم ايه نعم أدافع. بما أنه أنت اتهمت الشيعة أنه أتباع ابن سبأ، فأنت عثمان شايفين بيدخل في السباب مرة ثالثة وأخيرة، خلك من الحواشي، جيب الرواية الصحيحة، والله ما عندك ولا تستطيع. الأخيرة تفضل جيب الرواية الصحيحة التي تثبت زيارة الأربعين عندك، وسكتني وخرب برنامجي. يلا تفضل. طبعا أخواني الأخبار متواترة، أما خلاف بعض العلماء اللي ينفي أنه وصول لأمة أهل البيت وين عليهم متواترة؟ السلام على قبر الإمام الحسين في اسمع واحدة 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 اسمع واحدة واحدة بس اسمع بس دقيقة متواترة تمشيها متواترة أتكلم. ايه نعم نعم الاخبار متواتره. يلا يلا واحده واحده السبايا والامام السجاد اسمع اتكلم اسمع عن زياره الأربعين اسمع نعم الاخبار متواتره بوصول الامام السجاد ووجد امامه الصحابي جابر الانصاري وجده امامه عند قبر الامام الحسين ورجوع سبايا اهل البيت عليهم السلام الذين كانوا عند يزيد لعنه الله عليه وعلى اتباعه واضح. ونحن تأسيا بإمامنا زين العابدين عليه السلام نذهب إلى قبر الحسين صبت رسول الله ريحانة رسول الله ونلعن قاتل. طيب يا أبو لا يلعن ويلعن ويلعن، وين كنت في حسينية؟ في مكان محترم، أنت عند أهل السنة، خلي الأسلوب هذا في الحسينية. لا رقيت على المنبر متواترة كل اللي قلت، هذه سواليف أثبت قبل قليل من كلام علمائك أن قصة أن السجاد رجع إلى كربلاء كذب ولم يثبت بدليل، مو كلامي، كلام علمائك، كلام الطوسي، كلام النوري الطبرسي، قريتها قبل شوي، ينافي أقوال العلماء والروايات. أنا أبي منك رواية واحدة صحيحة اللي تقول متواترة، المتواترة يعني كثير الروايات، أبي واحدة صحيحة من هالمتواترة، طلع لي من تحت العمامة رواية وسكتني. يلا أمام الشيعة. نعم أمام الشيعة الآن، أنا ما تحضرني الآن المصادر لأنه جاي أخابرك آني، أما أقرار علماء الشيعة أعطيني الحين متواترة الشيعة قال متواترة وما تحضرك. اسمع يا أخي الآن علماء الشيعة ومراجع الشيعة كلهم يؤيدون ويثبتون بأن زيارة الأربعين حين رجوع الإمام السجاد والسبايا في العشرين من صفر إقرار علماء الشيعة والمراجع الشيعة الآن وقف في وقف وقف أعطيني مرجع واحدة. من مراجع الشيعة لحظة أعطيني مرجع من مراجع الشيعة يقول بأن هؤلاء الشيعة يعني ذهابهم إلى كربلاء خطأ، لم يحضر الإمام السجاد في مثل هذا اليوم. الآن هاي علمنا حلو فضائياتنا خلاص وصل إذن إقرار براءة. لحظة 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 وقف 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 أنوار، طلبت مني طلب الحين، أنا بقدم لك مو واحد، تبي كم بس أجيب لك من كتبك. يلا هذا الطوسي شيخ الطائفة صاحب الرواية اللي بنوا عليه عبادتهم، الرواية المخترعة، هذا الطوسي شايف مصباح المتهجد 1787 ويتكلم عن شهر صفر، قال وفي اليوم العشرين منه من صفر كان رجوع حرم سيدنا أبي عبد الله الحسين بن علي ابن أبي طالب عليهم السلام من الشام إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وآله، وراح يتكلم عنه جابر راح إلى القبر. ما تصادفوا كما تزعم، هذا مو كلامي، كلام وجابر بن عبد الله مو إمامك ومرتد وليس بقدوة ولا تبني على فعله عبادة عندك بحسب عقيدتك، معنى كذب يعني هذه الرواية لم تصح أصلا عندهم، وعندي تضعيف الروايات التي وردت في جابر وكلام علمائهم في ذلك. الحين هذا واحد قلت لي عطني من علمائي، احسب الطوسي خذ رقم اثنين، طلبك ممتاز وأنا أحب الحوار العلمي بعيدا عن الكلام الإنشائي. يقول النوري الطبرسي في اللؤلؤ والمرجان، يقول فإذا توضحت لك هذه المقدمة نقول إن وصول أهل البيت في الأربعين إلى كربلاء على النحو الذي ذكره السيد يعني بن طاووس في اللهوف ينافي يعارض يعني أمورا كثيرة وجملة من الأخبار، وينافي تصريح جماعة من العلماء الأخيار، جماعة نشير إليها كلها باختصار، ثم ذكرها تفصيلا وبين الوجوه التي تسقط دعوى أن أهل البيت رجعوا والسجاد معهم علي بن الحسين رضي الله عنهما أنهم رجعوا من الشام إلى كربلاء. طلبت مني جبتك ما تريد وأسقط قولك وخرافتك. الحين روايتي لا 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 ما أتنازل عنها،
الرواية الصحيحة. الحين اسمع الحين. يلا تفضل. أنا طالبتك من علمائنا المعاصرين، يعني عندنا سماحة السيد علي السيستاني الله يحفظه، عندنا كاظم الحائري، عندنا السيد كمال الحيدري، هؤلاء علماء الشيعة. أعطيني عالم من علماء الشيعة المعاصرين الآن يوافق كلامك ويقول بأن الإمام السجاد لم يصل إلى قبر الحسين في يوم في 20 صفر. عيوني لك بدعتين، مو بدعة واحدة، بدعتين. أصبر أصبر، عيوني لك. شنو طلب؟ تدلل يا أنور. محمد حسين فضل الله مرجع معاصر لا أتباع أكبر ما شاء الله. إيه بعد انكروه انكروه، كفروه الحين، لحقوه بالصرخي. أنتوا لحقتوه ما يحتاج. الواقع بالإسلام ما عندنا 40 أصلا، بالتشريع الإسلامي ما في عندنا لا أسبوع 7 ولا في عندنا 40، في عندنا 3 أيام تعزي. من عزى بعد 3 فقد جدد المصيبة. 3 أيام سكروا الباب، انسوا الميت خلاص، بس اذكروه بالدعاء وبالصدق. أما تظل قاعد من أول 40 ونعمل له سنة والسنة ما أدري بمناسبة مرور 2، كل هذا ليس من الإسلام في شيء. لا أقول إنه محرم، لكن ليس تقليدا إسلاميا. سيمكن أصله يهودي أو غير يهودي، الله أعلم. ما يدري هو تقليد يهودي ولا مو يهودي، ما يدري. لكن الإسلام مو تقليد إسلامي. الإسلام 3 أيام، لا زيارة 40 ولا بطيخ. كلام مرجع شيعي كما طلبت. انت الحين جبت لك من السابقين الطبرسي، لا 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 تجيب لي من المتقدمين. لا، ابطلت دعواك ونسفتها من جذورها، لان دينك باطل ما تستطيع ان تثبته. كنت تقدر تسكتني برواية واحدة صحيحة، بس ما تملك، ما عندك ولا تستطيع. شايف يا شيعي، هذا واحد من معممك. لحظة يا أنوار، وراح أعطيك الفرصة كاملة لتجيب الروايات إن شاء الله، بس على طلبك بعرض كلام كمال الحيدري. هسا أنت من ترجع على قضية 40 تجد لها مستمسكا قويا، دليلا نقليا قويا، تجد أو لا تجد؟ ها والله جابر إجا، هسا ما أدري جابر جاي ما جاي، شلون لحقيقي هسا ما تعلم، شلون وصل الخبر، متى وصل الخبر إلى المدينة وتحرك جابر إلى آخره. هسا ما أريد أدخل في التفاصيل اللي واقعنا أيضا لا أصل له يكون في علم. هاي قضية جابر مولانا ما أدري، روحوا أبحثوها شوفوا إلها أصل لو ما إلها أصل مولانا. يقول لك لا أصل لها. ها منو تبي، منو تبي أطلع لك السيستاني ينطق؟ ما أقدر، عطيتك اللي طلبت. يلا أبي روايتي، روايتي ماني متنازل عنها، جيبها جيبها اللي تثبت زيارة 40. يلا بسم الله المايك لك. يا أخوان يا أهل السنة والجماعة، سؤال ما دخل بالسلفية والوهابية، خاطب أهل السنة. طبعا هو يسوي هالكلام الحين عشان أطرده، ماني طاردك. الرواية الرواية، ماني طاردك، ما راح تفرح بالطرد. الرواية التي تثبت زيارة 40 يا معمم جيبها. الآن أتكلم؟ إيه أبي الرواية. بالنسبة لقضية 40، قضية 40 عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام علي لم يقيم يوم 40 على رسول الله، وعندما توفي علي بن أبي طالب واستشهد علي بن أبي طالب الإمام الحسن لم يقيم، لم يكون هناك يوم 40، لم يقم 40 على علي بن أبي طالب. وعندما توفي الحسن عليه السلام الإمام الحسين لم يقم 40 على الإمام الحسن عليه السلام. يا أيها الناس، قضية 40 جاءت في استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في 10 من شهر محرم الحرام، بعد 40 يوم، بعد 40 يوم الإمام السجاد وأهل البيت عليهم السلام ذهبوا إلى قبر الحسين عليه السلام يجدون العهد، وهو يوم مرد رؤوس. ولو جاء الإمام السجاد في 30 لسميناها 30، ولو جاء في 50 لسميناها 50، لكن هو هكذا مشيئة الله سبحانه وتعالى. جاء الإمام السجاد إلى قبر الإمام الحسين في يوم 40، أي في 20 صفر، سميت بزيارة 40، وزيارة الإمام الحسين عليه السلام مستحبة في كل وقت، في كل وقت. تركها لا يجب العقاب. الله سبحانه وتعالى اللي يترك زيارة 40 يا أخوان ترى مستحبة، اللي يترك زيارة 40 الله سبحانه وتعالى لم يعاقبه. ولكن من يعني يزور الإمام الحسين في هذا اليوم الله سبحانه وتعالى يثيبه، لأن رسول الله يقول حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين. وعن طريق الشيخ فراج يذكر أخواننا أهل السنة والجماعة مشاركتهم بزيارة 40 وتقديم الطعام والمال
الزوار أبي عبد الله الحسين وجزاهم الله خير الجزاء أخواننا أهل السنة والجماعة. أما الوهابية وين الرواية؟ شفتوا يا جماعة ما جاب الرواية المعمم، الرواية وين؟ حبيبي كيف اسمح لي أنا كيف أعطيك رواية وأنا جهازي جاي أتصل بيك، يعني أعطيني وقت الآن راح أفصل الاتصال وأنا راح أجيب لك روايات مو رواية. وين المتواترة؟ هذا أخبار متواترة. المتواترة وين؟ نعم متواترة ومستفيضة خليها ببالك. فاض عليك الكذب والافتراء، ولك أنتم ناقعين بالكذب والافتراء على أهل بيت رسول الله، ما تستحون يصيرون خصماءكم يوم القيامة. رواية قلت لي السجاد وراح من كربلاء، القصة مبطلة من كتبك. قلت لي جيب لي معاصرين جبت لك معاصرين، جيب لي متقدمين جبت لك متقدمين. ها أنوار المعاصرين جبت لحسين حسين فضل الله هذا اللي ينكر كسر ظل الزهراء عليه السلام، هذا انتم تطبلون عليه. مو طلب كمال الحيدري والسيد السيد كمال الحيدري لم ينكر زيارة الأربعين، السيد كمال الحيدري حفظه الله لم ينكر زيارة الأربعين حتى بالكلام اللي عرفته على الناس المشاهدين، واللي عنده عقل يفكر يا شيخ فرات فحرام عليكم الكذب. يقول لا أصل له الزيارة هذه اللي تقول أنهم رجعوا، ما لا أصل، هذا مستندك، هذا دليلك، يقول ما له أصل. أنا الآن اسمح لي قد أمام الناس الآن أفصل المكالمة وأدز لك عشرات الروايات اللي تثبت برجوع السبايا في العشرين من صفر، شو تريد بعد من عندي؟ ثانيا أنت إشكالك في يعني في الوقت أم إشكالك في زيارة الإمام الحسين؟ أقول توكل على الله يلا أعطيتك 23 دقيقة عشان تجيب لي رواية واحدة، والله تعجز أنت ومراجعك من وراك. الكذب على أهل بيت رسول الله، نحن ندافع عن الحسين، عن المتاجرين باسم الحسين، هنا أحفاد الصحابة وأحفاد أهل بيت رسول الله، مو لك ولا لأشكالك الكذب على أهل بيت. نفضحكم ونعريكم من كتبكم يا أيها المتاجرين المخادعين للشيعة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.